اليوم رح نحكي عن نباتات الزينة السامة اللي لازم تبعدوا ولادكم أو حيواناتكم الأليفة عنها، سواء كان بالحدائق أو بمنازلكم. برأيي هذا موضوع كتير مهم، فبتمنى تكملوا الفيديو الأخير. خلينا نبلش. مرحبا، اهلا فيكم فيديو جديد على قناتي تفاصيل علا. بهذا الفيديو مثل ما قلت لكم رح نحكي عن النباتات الزينة السامة. وقت نقول نباتات سامة مو معناها انه بس بتسبب الموت. في نباتات في درجات للسمومية، في نباتات جد قاتلة، وفي نباتات سامة بتعمل مشاكل هضمية او تنفسية للولد او الحيوان اللي بياكلها. فمو كل النباتات قاتلة، هي شغلة كثير مهمة حبيت نوه عنها بالبداية. خلينا نبلش النباتات السامة اللي بتسبب الموت. أول نبتة هي اسمها تاكسوس باكاتا، تاكسوس أظن بيقول عليها بالعربي. الشي السام بهي النبتة بالذات الفواكه تبعها، الفواكه تبعها صغيرة لونها حمراء، قلبها مادة مثل الجيل، فهي كتير مغرية للأطفال. كتير أطفال بيفكروها حلوة فبياكلوها، وكتير بصير حالة تسمم. بتركيا في مرة صار حالة تسمم وولد مات، فالشخص اللي زرع هاي الشجرة بحديقة الأطفال تعاقب وانسجن لأنه اختار نبتة سامة يزرعها بالحديقة. فسواء كان عندكم أولاد أو عندكم حيوانات أليفة أو كنتوا أنتوا بتصمموا حدائق، لازم كتير كتير تنتبهوا لهذا النوع من النباتات. للصراحة أنا كبيرة ووقت كنت عم أشوف هالنبتة أنا بعرف إنه هي سامة، وعم أتفرج على الفواكه تبعها كتير مغرية عن جد، الجيل اللي جواها كأنه أكلات طيبة فكتير شكلها مشهي. فلازم تدفوا كتير إنه توعوا أولادكم إنه لا، هيك نوع نباتات لا تاكلون، أو حتى أحسن ما ياكلوا ولا شيء نباتات هن ما بيعرفوها. النبتة اللي بعدها كمان نبتة زينة خارجية، وللأسف نحن بنلاقيها بكل مكان، هي الدفلة. خاصة إذا أنتوا عايشين باسطنبول حتلاقوها عن جد بكل مكان، بجزر الأميرات، بالحدائق، بالطرق. اسمها بالتركي هي زكوم. هي النبتة سامة بكل أجزائها، كل أجزائها سامة، الورد والزهر. فديروا بالكم تخلوا حيواناتكم أو تخلوا أطفالكم إنه يقربوا من هي النبتة، لازم تنبهوهم منها. درجة سمومية الدفلة انها هي بتسبب الموت، فكتير لازم تنتبهوا منها منيح. النبتة اللي بعدها اللي كمان هي سامة وبتأدي للموت هي شجرة العدن. اسمها اكتر شي بتنشهر باليمن والسعودية وهدول المناطق. حتى درجة سموميتها انه من زمان كانوا يستخدموها لحتى يسمموا الاسهم يلي بيستخدموها للصيد. النبتة شكلها كربوش، حتى بتشبه الدفلة شوي، الوردة تبعها لونها زهرية، فكمان هي لازم تديروا بالكم منها كتير منيح. هدول ثلاث نباتات اللي هلا حكيت لكم عنهم هن نباتات زينة خارجية، يعني برات البيت ممكن تشوفوهم بالشارع، ممكن تشوفوهم بالحدائق. درجة سموميتهم انه هن بيأدوا للموت. هلا النباتات اللي انا احكي لكم عنهم هن نباتات داخلية، كتير معروفين واغلب عنا منهم بالبيت. درجة سموميتهم انه بيعملوا مشاكل هضمية وتنفسية للاطفال او الحيوانات، او في منهم بيأدوا مشاكل للحيوانات اكثر من نأديهم للأطفال. فخلينا هلأ نبلش فيهم. أول وحدة اللي هي زنبق السلام، هي النبتة كتير مشهورة بكل مكان أنا عندي منها. معروفة إنه هي بتنقي الهواء، يعني هي مناسبة للناس اللي عندهم ربو. بس هي النبتة كمان سامة بكل أجزائها، بس يعني مو سامة لدرجة تأدي الموت. تستعمل مشاكل هضمية، ممكن إذا قطة أو حيوان أكله يصير يستفرغ، يصير عندهم إقياء. أنا شخصيا عندي هاي النبتة، صلى عنديها سنتين ونص. انا قطتي من نوعيتها انه هي ما بتاكل نباتات. في قطط بياكلوا النباتات، لازم تديروا بالكم. اذا عندكم اياها فيكم تحطوها مكان بعيد او تعطوها لحدا ما عندهم حيوانات او ما عندهم اطفال. النبته اللي بعدها كمان اغلبنا عنها بالبيت اسمها الدفنه باخيا. اغلبكم تعرفوا شلون شكلها. هي النبته ما لها سامه للبالغين، بس بتعمل مشاكل للاطفال مثل تهيج بالفم، زياده سيلان اللعاب، بتعمل لهم حمى. هي النبته اسوأ الاحوال انه ممكن تعالجوها بانه تعملوا غسيل للمعده، واغلب المشاكل بتصير للاطفال اللي تحت الخمس سنين، يعني بتكون عندهم اعراض اقوى من الاعراض الاطفال اللي اكبر من خمس سنين. النبتة اللي بعدها ممكن تستغربوا منها لانه اغلبنا عنا منها بالبيت، اللي هي نبتة عبد الوهاب. هاي النبتة سموتها مثل ما قلت قاتلة، بس بتعمل مشاكل للاطفال مثل التهيج والقيء والحمى. اما بالنسبة للقطط ممكن تؤدي لموت القطط والكلاب. بعرف كتير اشخاص عندهم من هاي النبتة وعندهم قطة وما صار لها شيء. انتوا حاولوا تعودوا قططكم من الاساس وحيواناتكم انه ما يقربوا عن النباتات.
انا قطتي ابدا ما بتقرب على ولا نوع من النباتات. في مره واحده نبته العنكبوتيه اللي هلا احكي عنها، كمان نبته العنكبوتيه نبته سامه، كمان بتعمل مشاكل هضميه، قي، اسهال، تهيج. انا ما شفت هاي المشاكل على قطتي. هي انا قطتي من الاساس عندها مشكله انه هي كل شهر كل اسبوع عندها اقياء مره، فممكن ما فرقت بيناتهم. بس كمان لازم احسن ديروا بالكم، بتعمل نفس المشاكل الاطفال كمان. هدول هن النباتات الزينه اللي انا بعرفهم هن سامين. اذا انتم بتعرفوا كمان انواع نباتات داخليه او خارجيه سامه اكتبوا لناهم بالتعليقات لحتى كلنا نستفيد، لانه بيقولوا انه اغلب النباتات الداخليه سامه. على حدا مني انا هدول اللي بعرفهم. فبتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. دائما حذروا اولادكم انه ما ياكلوا او ما يقربوا على نباتات ما بيعرفوها برات البيت، سواء او اكيد ما لازم ياكلوا اللي جوا البيت معي. المهم بتمنى يكون عجبكم الفيديو، واذا حابين تدعموني اعملي لايك واكتبي تعليق، واذا حابين تشوفوا فيديوهات تجي تشتركوا بقناتي. اشوفكم الاثنين الجاي، باي باي. هاي النبتة سامة بكل شو اسمها كلمة؟ كل أجزاء. هاي النبتة كل أجزاء سامة. خلينا من الأول. حتى درجة سموميتها ما في أحكي. يصير عندهم مشاكل مشاكل شو اسمها هي؟ بسهلوا يعني خلاص ما في داعي أقول هالنقطة. للاستفراغ الإقياء لازم يكون هالنقطة هي أكثر. أي صانع. بتعمل لهم مشاكل بالأماكن اللي هنن بشو اسمه بالجهاز الله ما في احكي الله. اعمل مشاكل للاطفال غير مثل ما قلت لا شو عم احكي؟ هدول المشاكل دائما عم بحكي عنها خلص ما في داعي اقول هيك. تعمل القط تعمل القط في الضهري.